بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اهلا بكم جميعا معاكم محمد احمد من قناه فكر في فيديو النهارده هنوضح طريقه استخدام الذاكره الثابته او الابرو مع النود ام سي او مع اي حاجه تشتغل بالاي اس بي اي اس بي 12 اي اس بي 0.1 او الاي اس بي 32 وكمان هنعلمكم افتكاس او تريكه من تركات الاردوينو وهي ازاي اننا نقدر نشغل اكتر من حاجه بمفتاح واحد عن طريق الضغط المتتالي يعني كل ضغطه هتشغل حاجه او اننا نقدر نستخدم نستغل الطريقه دي ونتنقل في داخل الكود من خلال الضغط على المفتاح وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا قبل ما نبدأ تذكير بسيط بطريقة الشراء من موقع جي ال سي بي طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا واد جربر بعد كده بترفع الملف الخاص بيك ملف الجربر الخاص بيك تمام بالشكل ده وبتنتظر بعد كده بيظهر ليك تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا انك بتشوف الصوره بتاعته بحجم اوضح تحملها وتكبرها وبعد كده سيفت تو كارد بعد ما بتخلص رفع التصميم الخاصه بيك وبعد كده تشيك اوت وبتسجل بياناتك الخاصه بالشحن وبتحدد طريقه الدفع المناسبه ليك عشان توصلك في اقرب وقت ان شاء الله نبدا على بركه الله هنشتغل على نود ام سي يو او اس بي 12 طبعا اي نوع من انواع الاي سي بي اللي هنوضحها دي او اي نوع من انواع الاي سي بي هينطبق عليه اللي هنوضحه في درس النهارده زي الاي سي بي 12 او الاي سي بي 32 تمام باي اشكالها سواء كانت كات زي دي او الاي سي بي 01 اللي هي اي سي بي 82 66 01 هنشتغل على النود ام اس يو هنركب طبعا هنا في البريبورد طبعا طرف التلاته وتلاته من عشرة فولت وطرف الجي ان دي وهنشتغل على الدي زيرو ودي ون ودي تو وطبعا الدي فايف هنسيب الجي باي او زيرو والجي باي او, الجي باي او اتنين لان هما هيعملوا معانا مشاكل هنوضحها أنا برضو دلوقتي وهركب الالي دي وهوضح لو ركبت في الجي باي او زيرو والجي باي او واحد هيعمل معانا ايه انا مركب كده اتنين ال اي دي في الجي باي او زيرو والجي باي او واحد اللي هما ال دي اتنين والدي تلاتة أو الدي تلاتة والدي أربعة تمام زي ما واضح أمامكم ال ال اس بي اتناشر داخلة في وضع مش هتتقبل معانا برمجة فعشان نحل المشكلة دي هنفصلهم وأوصلهم في الدي خمسة والدي ستة هركب هنا مفتاح بحيث إن أنا عايز أتحكم في اللمبات بالتوالي يعني هشغل لمبة لمبة وأركب معاهم قوام واحد كيلو طبعا على الطرف السالب وبعد كده أوصل للمفتاح اللي معايا الطرف الموجب اللي هو موجب تلاتة فولت وبعد كده اوصله بالطرف اللي هو الانالوج زيرو طرف الانالوج اللي موجود معانا في النود بالشكل ده طريقه التوصيل بسيطه وسهله وبعد كده اوصل اطراف البريف بورد الاثنين الموجب والسالب مع بعضهم هنا احنا وصلنا خمس لمبات ال دي مع مفتاح واحد بحيث اننا لما هنضغط على المفتاح ضغطه واحده هيخلي النود يحس ان هو هاي ان الاي 0 بقى هاي بعد كده هيشغل اللمبة رقم واحد الضغطة التانية هتشغل اللمبة رقم اتنين وبعد كده تلاتة وتفصل طبعا اللي قبلها واربعة وتفصل اللي قبلها وخمسة وتفصل اللي قبلها وبعد كده صفر تقوم فصل كله هنوضح ازاي ننفذ ده في الكود ونستخدم مع الابروم بحيث ان هو يرجع معانا للحالة بتاعتنا اللي احنا كنا عليها يعني هيرجع لللمبة اللي كانت شغالة معانا بالترتيب بتاعها عشان نبدأ نعد من بعدها طبعا انا هنا هوضح الابروم فهفتح الكود وهوضح أو الكود ده يكون موجود اسفل الفيديو عملنا انكلود ابروم وبعد كده عملت انت متغير وسميت الانت ده ال دي تقدر تسمي المتغير زي ما انت حابب براحتك وبعد كده عملت هنا ال ال دي واحد سميت البن رقم ستاشر اللي هو دي زيرو سميته ال دي واحد وبعد كده عملت ال دي اتنين على البن رقم خمسة اللي هي دي دي ون تمام وبعد كده ال دي اتنين خليتها اللي هي رقم اربعة خليناها ال دي تلاتة و دي خمسة اللي هي رقم اربعتاشر خليناها ال دي فايف وبعد كده رقم اتناشر خليها دي, ست دي ستة خليناها ال دي 5 يعني احنا معانا خمس لمبات وبعد كده هنروح للفويت سيت اب في الفويت سيت اب انا عملت سيريال بيجين هنوضح انا عملت السيريال بيجين دي ليه مش محتاجينها في درس النهارده بس انا عملتها بحيث ان هي توضح لي في السيريال مونيتور قراءه اعرف انا بعمل بيها ايه عشان اقدر اكمل الكود بتاعي وبعد كده هعمل دي النقطه دي مهمه مع اي حاجه في الاي اس بي الاي اس بي معانا الذاكره بتاعتها مش فيها ذاكره ثابته إبروم الذاكره سابته نقدر نسجل فيها الابروم بتاعتنا احنا لازم نحدد فيها مساحه معينه تمام بالنسبه للنود ام سي النود ام سي او الاي اس بي بنقدر نشتغل فيها الذاكره بتاعتها من 4 بت لغايه اه, 4096 بت بس يعني نقدر نحدد المساحة بتاعتنا من أول أربعة أقل حاجة أربعة وأكتر حاجة نقدر نحددها 4096 بت أنا هنا اخترت اخترت 1024 متعود عليها وبكتبها على طول معايا في كل الدروس يعني أنا شايف إن أنا مش هستخدم أكتر من 1024 فبكتب 1024 معايا وبعد كده عملت البيم مود اللي هو ال LED 1 اللي هو البن رقم 16 خليته بوت وبعد كده 2 خليته أوتبوت و3 و4 و5 عملتهم أوتبوت تمام وبعد كده البن رقم A0 عملته انبوت عشان اعرفه ان هو ده اللي هيكون الدخول اللي هيعمل عليه القراءه بتاعة المفتاح هنا هنسيب الجزء الخاص بالابرم ده في السيت اب لان هو بينطب بيترتب بيترتب على اللي جاي في اللوب بعد كده رحت على الفويد لوب وعملت انت وسميت الفال وعملت فال متغير وخليته يقرا قراءه انالوج على الاي زيرو زي ما واضح احنا عملنا الانالوج الاي زيرو عملناه انبوت فوق هتعمل قراءة انالوج على الاي زيرو وانا عملت قراءة انالوج مع ان محتاج الديجيتال لان في النود ام سيو الاطراف الانالوج ما بتشتغلش على القراءة الديجيتال بتشتغل على القراءة الانالوج بس ولازم بعدها اعمل ديلي لو انا هشتغل على الواي فاي او هشغل الواي فاي لازم اعمل ديلي واكتب فيه اي رقم تمام يستحسن ان هو يكون اكتر من 10 مللي سكند عشان يقدر يسمح لي بان هو ما يعملش قراءة على طول على الانالوج ويسمح لي ان هو يعمل اتصال بالواي فاي تمام بعد كده هعمل اف وهفتح قوس وهخلي الفال لو الفال اكبر من 900 لان زي ما احنا عارفين ان الانالوج بيقرا من صفر ل 1023 او 1023 الف 4... الف اه 1024 هي 1023 لان هو 1024 جزء فيبقى الصفر معانا رقم فهيبقى معانا لغايه 1023 فانا عملت لو فال اكبر من 900 عشان تبقى زي ما تكون القراءه معايا ديجيتال هتنتظر لمده ربع ثانيه اللي هي 250 مللي سكند وبعد كده هتخلي ال LED بلس بلس يعني هتزود على ال LED رقم واحد تمام يعني هتخلي الLED هي صفر مثلا هتبقى LED1 LED2 LED3 وهتعمل لي القراءه دي على السيريال برنت وانا كتبت ده عشان اشوف في السيريال مونيتور الكلام ده صح ولا غلط وشفته فعلا في السيريال مونيتور وكان شغال تمام عشان ابدا ابني بعديه بقى الكود تقدر تنفذ الكود بتاعك لحد هنا وتشوف في السيريال مونيتور عن طريق الضغط على المفتاح هتلاقيه بيعد معاك 1 2 3 4 5 ويبدا 6 7 8 9 10 تمام لو احنا سيبناها كده يعد معانا زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 هيفضل يعد معاك الى ما لا نهايه، طب عايزين نحل المشكله دي احنا عايزين معانا ارقام معينه بس هقول له لو ال اي دي هقول له اف هعمل داله شرطيه، هقول له اف وهفتح كوس، هقول له لو ال اي دي اكبر من 5 هتخلي ال اي دي بتساوي زيرو، يعني لو ال اي دي بقت 6 هتبقى زيرو، هيكتب لغايه 5 وبعد كده زيرو، وبعد كده يقوم نقل على الزيرو، خمسه وبعد كده يقوم نقل على الزيرو، فهي فيكتب معانا 1 2 3 4 5 وبعدها زيرو وبعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعديها زيرو ونحو هكذا وهكذا تمام فمش هيزود العدد معايا عن خمسة فانا هقدر احصل الارقام بتاعتي على خمسة كده واقدر ان انا اغير ما بين اللمبات بتاعت ال ال دي واعمل ده شرطية بتاعتي بناء على الارقام لما يجيلك القراءة بتاعتك لو ال ال دي واعمل ده شرطية لو ال ال دي بتساوي واحد هتخلي ال ال دي رقم واحد هاي تمام وبعد كده ناخد بالنا من الجزئية الجاية هعمل ابروم وهتعمل ابروم رايت وهنخلي هنسمى الرقم بتاع الابروم بتاعنا هنحدد المكان اللي هو المكان رقم مية هتكتب في المكان ده واحد تمام لو جالك في اللي دي واحد وبعد كده ابروم كوميت لازم نكتب ابروم كوميت دي مهمة جدا بنكتبها في اي حاجة في الاي اس بي اي حاجة في الاي اس بي لازم نكتب الابروم كوميت دي لان هي اللي بتعرف الاي اس بي ان هو هيشتغل على الابروم وهينفذ الكود ده وهيسجله الاس بي فيه مشكلة بالنسبة للأبرم انا لاحظتها مش عارف ان هي كانت مصادفة معايا ولا هي فعلا مشكلة ان هو بيكتب الابروم بيك بيسجل مع الابروم مرة واحدة بس بعد ما بتضغط على زر الست بيعمل بيكتبها معاك مرة واحدة بس لو ضغطت على زر الست تاني بيمسحها وبتلاقي الابروم بقى فاضي وبقى صفر تاني يعني بعد كل مرة هنسجل حاجة في الابروم لازم نكتب بعدها ابروم كوميت تمام بنحدد المكان طبعا بنكتب ونحدد من المكان على حسب الاماكن اللي احنا حددناها قبل كده في الابروم بيجين تمام وبعد كده هعمل الس ديجيتال رايت هتخلي ال دي رقم واحد هتخليها له وبعد كده هتكتب في الابروم زيرو وبعدها ابروم كوميت اي حاجه هنكتبها في الابروم لازم نكتب بعدها ابروم كوميت وهكرر الكلام ده طبعا في لو ال اي دي بتساوي 2 هتخلي ال اي دي 2 هاي وبعد كده هتكتب في الابروم 101 واحد, واحد وهتكتب بعدها نعمل بعدها في الكود ابروم كوميت تمام وهنعمل بعدها إلس ديجيتال رايت اللي دي اتنين لو هتخليها لو وبعد كده إبرم مية واحدة تكتب فيها زيرو وإبرم كوميت تمام وبعد كده طبعا هكرر الكلام ده أكتر من مرة يعني هكرر الكلام ده في الخمس ليدات اللي معايا طبعا يعني مش داعي إن أنا أوضح الكلام ده في الفيديو أنا هسرع بس الحاجة دي في الفيديو الجزئية دي هسرعها تمام بعد كده هنروح للفويد سيت اب عشان نوضح هنكتب ايه في الفويد سيت اب ليه احنا بنكتب في الفويد سيت اب لان الفويد سيت اب الحاجه اللي بتتكتب فيها بتتنفس مره واحده بس مش زي اللوب بتتنفذ بشكل دائري باستمرار هقوله له اف إيه لو الابروم ريد لو انت قرات في الابروم رقم 100 في المكان رقم 101 هتخلي ال ال اي دي المتغير ال اي دي هتخليه بيساوي واحد فبعد ما يبقى بيساوي واحد فيقوم منفذ معايا الداله دي اللي هو قرا ان ال دي بتساوي واحد فيعمل لي الداله دي وهيكتب في الإبرم رقم ما يكتب فيه واحد فيحل لي المشكله اللي احنا وضحناها ان الإبرم بيكتب مره واحده بس بعد الريست تمام ال اف وهنعمل ابروم ريد لو قرات في الإبرم أه مية واحد واحد هتخلي ال دي رقم اتنين هتخلي ال ال دي بتساوي اتنين وبعد كده لو في تلاتة رقم واحد هتخليها ال اي دي بتساوي اربعة ولو في اربعة هتخلي ال اي دي بتساوي خمسة والس لو انت ما قرأتش لو ما جالكش اي قراءة من دي هتخلي ال اي دي بتساوي زيرو كده احنا وضحنا ازاي تقدر تستخدم الابروم او تضيف الابروم على الاي اس بي او العيلة بتاعت الاي اس بي اللي هي النود ام سي او اس بي اتناشر اس بي واحد او ال اس بي حتى 32 وتلاتين بعد كده طبعا بنحدد النود ام سيو بحددها معايا نود ام سيو فيرجن واحد تمام اي سي بي اتناشر وبعد كده بعلم البورت طبعا انا هنا ببقى اشرح على جهاز الكمبيوتر عندي فمش راكب معايا نود ام يو فهعمل طبعا أجرب معاكم الكود هعمل صح وننتظر طبعا هنا بيطول معانا شويه بالنسبه للاي سي بي بيطول معانا شويه في تجربه الكود بس هو كده الكود تمام مفيش اي مشكله تمام في ملحوظه الانالوج هنا القراءه بتساوي الزيرو بتساوي جي ان دي وال1024 بتساوي 5 فولت بالنسبه او 3.3 فولت معلش هنا اتكتبت غلط بتساوي 3.3 فولت بالنسبه للاي اس بي او النود لان الاي اس بي والنود بيشتغلوا ب 3.3 فولت مش ب 5 فولت ونروح نجرب نشوف النتيجه بتاعتنا هنا لما وصلت من 3.3 فولت بضغط على المفتاح طبعا بينور لمبه بعد لمبه يعني لمبه لمبه رقم واحد وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين أربعة وبعدين خمسة وبعدين بيفصل وبعدين واحد لو احنا فصلنا الكهرباء كده ولو رقم 1 اللي شغاله ورجعنا الكهرباء تاني هيرجع الحاله بتاعه رقم واحد لو ضغطنا على المفتاح هيبدا يعد من اول واحد مش هيرجع للصفر تاني زي ما وضحنا لو فصلنا على رقم 2 ورجعناه هيرجع على رقم 2 لو ضغطنا على المفتاح زي ما وضحنا هيتنقل رقم ثلاثة وبعد كده رقم أربعة بالضغطة الثانية نفس على رقم أربعة ونرجع تاني هيرجع تاني على رقم أربعة فاحنا كده في درس النهاردة وضحنا إزاي تقدر تستخدم الفيديو مع تركاية كده أو افتكاسة من افتكاسات الأكواد اللي تقدر تستخدمها في حاجات كتير بعد كده اللي هي إزاي تقدر تحرك باستخدام مفتاح واحد ما بين أكتر من أمر باستخدام البرمجة على الأردوينو أو على النور إم سي يو والإي بي ان شاء الله نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسوناش من صالح دعواتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته